طيب مكملين في ترند الاهلي ونشوف تحديدا بعض الحسابات الرسميه اتكلمت على الاهلي ازاي النهارده، ويلا كوره الحساب الرسمي ليهم على فيسبوك بيتكلموا على التشكيل المتوقع للاهلي في مباراه اليوم، وقالوا ان علي لطفي هيكون في حراسه المرمى، رباعي خط الدفاع عربي بدر كظهير ايسر، واحمد فتحي كظهير ايمن. اخر مباراه لاحمد فتحي مع النادي الاهلي، نتمنى له يا رب دايما التوفيق. واثنين مساكين ايمن اشرف وياسر ابراهيم، في نص الملعب محمد فخري واليو ديانج، وقدامهم وليد سليمان كهربا اليو بادجي وجيرالدو. ده تشكيل متوقع من قبل حساب يلا كوره. طيب ايضا تشكيل اخر متوقع من قبل سوبر كوره، وبيقولوا ان هيكون في حراسه المرمى علي لطفي، ياسر ابراهيم، ايمن اشرف، احمد فتحي، عربي بدر، محمد فخري، اليو ديانج، وليد سليمان، وكهربا، احمد الشيخ، وبادجي. ده ايضا كان تشكيل اخر متوقع من خلال حساب سوبر كوره. بعض الاحصائيات والارقام الخاصه بمباراه اليوم ما بين الاهلي وطلائع الجيش، وده من في الجول وحسابهم الرسمي على انستجرام، بيقولوا ان المارد الاحمر يتفوق في اخر 10 مواجهات. اخر 10 مباريات الاهلي قدر ان هو يفوز في 8 مباريات، في المقابل مباريتين بس كانوا بالتعادل، وطلائع الجيش لم يستطع الفوز على الاهلي سواء في اخر 10 مباريات او في تاريخ المواجهات في بطوله الدوري ما بين الاهلي وطلائع الجيش. هم تقريبا لعبوا 26 مباراه في بطوله الدوري تحديدا، فمن هنا هنتكلم عن الاحصائيات وان طلائع الجيش بيحلم ان هو يفوز الفوز الاول ليه على الاهلي في بطوله الدوري، وده من خلال الوطن سبورت وحسابهم على تويتر، وان متعب هو هداف مباريات الاهلي وطلائع الجيش. خليني اقول لحضراتكم سريعا بعض الارقام اللي بتتعلق بتاريخ مواجهات الاهلي وطلائع الجيش. لعبوا 26 ماتش، الاهلي فاز في 21 واتعادل مع طلائع الجيش في 5، وطلائع الجيش ما قدروش ان هم يفوزوا على الاهلي في ولا مباراه. الاهلي احرز 55 هدف في شباك طلائع الجيش واستقبل بس 12 هدف. هداف طبعا الاهلي في مباراه طلائع الجيش هو نجم النجوم عماد متعب برصيد 7 اهداف. في المقابل صلاح امين ودودزي احرزوا هدفين في الاهلي. الاهلي حقق اول انتصار ليه على طلائع الجيش كان بهدف متاخر في الدقيقه 83 في اولى مبارياتهم موسم 2004-2005، واخر مباراه كانت ما بين الفرقتين الدور الاول من هذا الموسم، وانتهت فوز الاهلي 3-0 احرزهم جونيور اجاي وعمرو سوليه ومحمد مجدي قفشه.